سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ مرحبا بكم. لا ننصح المصابين برهاب العناكب بمشاهدة ما يفعله هذا الرجل. من الجيد أن العامل نجح في التشبث بالسقف، أما هذا العامل فقد وجد مكاناً مناسباً للاحتماء من السيول الجارفة. يأمل صغير الدب رفقة أخيه في العثور على بعض الطعام داخل السيارة. إنها طريقة مبتكرة لتسجيل النقاط في كرة السلة. صوت هذا الديك أشبه بصوت المنشار الكهربائي أو محرك الدراجة النارية أو ربما جزازة العشب. الاستيقاظ على صوته سيكون مزعجاً. الدراجات النارية مناسبة حتى للاستحمام. إذا أردت أن تصبح طياراً محترفاً فعليك تعلم هذه الحركات. حصلت الأفعى على وجبة شهية. هنا تحاول الأفعى ملاحقة السباح. يبدو أن الفئران قررت الاستقرار في هذا الصندوق. الحصول على المشاهد الرائعة في الأفلام ليس عملاً سهلاً. كادت السفينة أن تغرق، لكن الوضع تحسن بعد سقوط كل الحمولة في الماء. لم يستطع المحول الكهربائي التحمل أكثر. اختار هذا الرجل الوقت غير المناسب لقيادة دراجته النارية. سيكون إيقاف تسرب المياه صعباً للغاية. لم يتوقع أحد أن تكون البندقية بهذه القوة. القفز المظلي ممتع، لكن خطأً واحداً يكلف الكثير. تم ركن الدراجة في المكان الخطأ. حتى الأحصنة يمكنها أن تستمتع بوقتها. غمرت المياه كل منازل القرية. هذا الدب لا ينتمي للحيوانات المفترسة. قرر أحد الأرنبين الانسحاب قبل نهاية النزال. تصر العجلة على مواصلة الطريق رغم انفصالها عن السيارة. تتدفق المياه بقوة كافية لإدارة عجلة الدراجة.
هذه هي كمية السم التي يمكن أن تحقنها الأفعى في جسم الضحية بلدغة واحدة. قرر أحدهم التقاط بعض الصور على سطح الطائرة. لم يستطع السطح مقاومة الرياح القوية. القدرة على التوازن ليست من مميزات القطط لوحدها. تعرض هذا المنزل لغزو من طرف الخفافيش. يبدو أن باتمان يعيش هنا. نتساءل كيف دخلت ساق الفتاة في ذلك المكان الضيق. حتى اللبوءة أصيبت بالدهشة. ما ترونه الآن هو كومة بها مليون بعوضة. يقدم هذا الدلافين عرضا مدهشا. يبدو أن السيارة كانت غارقة في المياه. سبب هذا الثور الكثير من الهلع وسط الشارع. القفز بالدراجة النارية متعة لا يعرفها إلا الدراجون المحترفون. كل هذا الدخان منبعث من محرك صاروخ فضائي واحد. تم تهديم البناية بكل احترافية. يبدو ذلك السلطعون الضخم مرعباً. وأخيراً تم تجهيز هذه العيادة خصيصاً لمعالجة الأحصنة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟